كنا كنتغنوا على كوره حاسه حاجه جا بقاو كيدابزوا ضربوا بيدهم اخر ما رضاتش يبدا مداو ضربوا القلب صافي هادشي اللي كان جا الحومه ديالنا بقى كيدور خوف من خينا سما اخر طلع فحالو جرى فحالو بلي ما كاد ديك الساعه حصلوا كيضحك مزيان كيضرب حتى واحد طاخ مع ال11 كان جبال لابيلونس خارجه كشني واقع قالوا لي مروان الروندي ضربوه بمضان قلبه مشيت كنشوف كنجبرو هو تخص كان الصحة الرياضة كنجبر المتاع ديالو باقي بالدم كيغسلوه في الساعة الأولى الصباحية اليوم لأن حنا كنبداو من 9 للعشرة هي الساعة الأولانية قبل من العشرة شي 10 لربع شق القسمين جاو خبروني هنايا بأن كاين شي تلميذ تعرض للضرب بالسلاح الأبيض في اتجاه ديال الملاعب مشيت على وجه السرعه بيان سور اوتوماتيكمون قبل ما نوصل كنت عيطت للاسعاف ما تاخرش بصراحه كانت ما بين 10 دقائق ربع ساعه صافي واتصلت طبعا بيان سور بالسيد المدير الاقليمي اللي فاد لجنه على وجه السرعه للعين المستشفى محمد الخامس لان العمليه في المؤسسه ما فاتتش 10 دقائق ربع ساعه كان الضحيه مسكين في محمد الخامس الضحيه كانت عنده استاذه طلب رخصه كانت عندها هي الاستاذه في رخصه والتلاميذ ديال المؤسسه كنجمعوا هنايا دائما عندنا واحد المقاعد مخصصه للاحتفاظ بالتلاميذ في حاله غياب استاذ او في شي حاله معينه الا انه هو انسحب من هنايا ومشى للملاعب في الملاعب وقعت الملاعب هما عندنا مشتركه ملاعب مشتركه ما بين الثانويه الاعداديه مولاي عبد الرحمن والثانويه الاعداديه اسيا الوديع صافي هزينا الوليد مشيت معاه انا خاصه في لومبيلونس لان كنتصل بالوالده ديالو اصلا كنت غادي نمشي في اي حاله ولكن كنتصل بالوالده ديالو غير باش توافيني بسرعه لوبيتال لان حسيت بان الحاله شي شويه حرجه ان خصها تدخل الاسره ديالو بوجه السرعه مشيت فشلت في الاتصال بها من بعد واحد الساعه ونص مسكينه تقريبا عجات لان حتى هي كانت خرجت من محل العمل ديالها صافي ديناه قاموا زعما بكل ما هو ضروري زعما تحيه خاصه للوبيتال محمد الخامس ولا طبعا المديريه الاقليميه طنجه اصيله على رأسهم السي رشيد ريان والمكتب الصحة المدرسية والأمن الإنساني وفونا بسرعة لتما واتخذت الإجراءات زعما بشكل سريع مشكورين على ذلك والوليد دخل لغرفة العمليات من بعد الإجراءات من بعد لي راديو ومن بعد لي سكانر اللي تعملوا دخل على الساعة 12 زوالا بالضبط دامت العملية الجراحية ساعة ونصف خرج منا الإنعاش دخلت أنا عنده مع تالي تزاولا عاد شفت الوليد قالوا لي بان زعما الحمد لله العمليه كانت ناجحه ولكن طبعا كتبقى واحد 24 ساعه حتى كتستقر الحاله لان كل ما يروج حول هذه الحادثه هذه يعني حتى واحد ما عنده افتراضات واشاعات لان الا كنا حنايا باقي ما توصلناش للحقيقه لا حنا لا والده لا باقي لان اصلا ما وقعت الحادثه ما توجهنا يعني ما كانش عندنا ما باقي معناش دابا عاد جيت للمكتب باش انني نشوف شنو هي الحيتيات ديال المشكل شنو هو السبب شنو هو الدوافع لهذا الشيء هذا وغالبا غادي يكون خصام عادي ما بين جوج ديال الوليدات مراهقين تطور الى هذه الحاله هذه.